أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. والسؤال ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم هو شحال الصاري اللي يقدرك في مغاربة باش يعيشوا به؟ خليكم معانا. 5000 درهم مزيانة، زعما الدولة تعطينا شي بارتمان، فهمتي؟ شي 5000 درهم في الشهر نعيش مزيان. يعني خص الدولة تعطيك بارتمان و 5000 درهم في الشهر يلا تعيش مزيان. تعطينا السكن ونعيشوا مزيان ب 5000 درهم. إذا كنت مثلا مجوج شحال تقدر تكفاك؟ إلا مجوج شي 7000 درهم أخاي كافية. 7000 درهم أخرى ولا 7000 درهم؟ 7000 درهم أه. زائد الدولة تعطيك بارتمان ولا تزولها لك؟ لا لا بارتمان ضروري يا اخي، فين نسكنوا؟ مثلا اللي كنتي غادي تزوج وغادي تاسس عائله ديالك وهنا في المغرب، على الاقل خصك تكون عندك واحد 10000 درهم الفوق الا تقدر تعيشك مزيان باش تعيش مرتاح. اما مقل من 10000 درهم، ديك 8000 درهم حتى هي مزيانه، ولكن ما غاديش تلبي لك الحاجيات ديال ولادك والعائله ومسائل بحال هكا باش تسير لم ولاد الدار وعائلتك والديك بحال هكا. هذا هو السالير اللي يقدر يكفيك مزيان. اذا كنتي بوحديتك يعني ما مزوج ما والو؟ ما مزوج ما والو، 7000 درهم 5000 درهم كافيك وما خصكش تكون بلي ومسائل بحال هكا. انا كنقول لك مثلا خدام عندي 5000 درهم في الصالير ديالي، 5000 درهم تحيد منها الكاربيرون ديال الطوموبيل، تحيد منها عاوتاني زيد انت عندك القرايه ديالك، عندي غير ترونسبور ديال القرايه، دخلنا فيها الكاربيرون غادي تدخل فيها السوايع الاضافيه ديالك، تخرج شحال من حاجه، تبقى تقول 2000 درهم نيت ديال الشهر ديالك. ديك 2000 درهم ماشي تقسم على 30 درهم شحال تعطيك في الشهر، تعطيك 65 درهم. 65 درهم يعني في النهار راه والو، شنو 65 درهم؟ واش تاكل واش تشرب؟ يعني باش نقول لك صالير كافي، راه لما كنتش موظف اونكادرون بمليون ونص للسما، غير مليون ونص للفوق، ما تهضرليش على صالير وتعيش في المغرب مزيان. هذا ادنى صالير. اه باش ما تفكرش. اقصى صالير؟ اقصى صالير راه كاين ناس كيصوص بعد مليون 8 المليون، راه بنادم ماشي داخل يقرا بيلوت ب 8 مليون باش يشد لك 2 مليون في الشهر، راه محدو قرا بيلوت راه عوال على 10 مليون يدخلها للجيب. فهمتي؟ يعني انت وقرايت كيف ما كتقول، راه اللي كيقرا مزيان راه عنده واحد الطموح في دماغه غيمشي بعيد، راه غيخدم على ما يخدمش على العام الجاي ولا غدا، غيخدم على حياته كامله. غتخدم واحد الخدمه على حياتك، فهمتي؟ غتخدم باش ولادك غادي عشان تولد من تربي ولادك تربيهم على نفس الحاجه اللي خدمت عليها انت، ما تربيهمش انا عاوتاني كيفاش كبرت كيفاش كنت، واخا تعطيهم واخا تعطيهم فلوسهم في النهار، راه كتربيهم باللي راه لما كنت انا نعطيك فهاد الفلوس هذه راه غدا ما كاينش اللي يعطيك، كتعلمو يقرا تعلمو يخدم تعلمو فين يوصل. فهمتي؟ كيقول لك ما تعلمنيش ما تعطينيش حوت تعلمني نصيدها، خصك تعطيه البيزنس كيفاش داير. قول لك 4000 درهم. 4000 درهم كافيه؟ كافيه يعني. دابا عاد قلت لي شكاره الفلوس. ولكن شكاره ما فيها ما فيها نبداو. تبدا بشكاره. بشكاره. لان 4000 درهم كافيه. كافيه تقدر تجمع منها شي بركات، تقدر تخلي من الناس، تقدر بزاف الحاجات. واش يعني 4000 درهم تكفيك وتينا مجوج او تينا دراسك هايده؟ لا مجوج. مجوج كسفك 4000 درهم؟ شنو 4000 درهم؟ مش انت ما تكفاش 4000 درهم؟ لا والو. والقسمه المهم واخا تقطع هايده تقسمه ما غاتقدكش. علاش يا ودي 4000 درهم؟ 4000 درهم بركه على البشر. بركه. اه والكرا قول 150 درهم. 150000 150000 يعني شحال تبقى لك؟ تبقى لي 2500 المعيشة وكذا. المعيشة عاوتاني كتعرف عاوتاني المعيشة الدراوش، نقولوا المعيشة الدراوش. ودابا جا العيد، دابا جا العيد ياك، الحاولي دابا على الأقل واحد 3000 درهم وغات. الحاولي دابا كيستعدلوا من هذا معاوت. كتكون عندك شي حاجة تحت الجليجة مخبعة؟ لابد لابد لابد. كتخبع في الجليجة ولا في مخدة؟ دارت. كتعمل دارت. كنعمل دارت. وإذا ما دارتش؟ لا ما دارتش تبقى في الهواء. يعني 4000 درهم كافية؟ كافية يعني. والله يسهل الأمور عمودي لي والله يرزقك أكثر. أمين أخي أمين أخي. خصني على الأقل واحد 15000 درهم. مليون ونص باش يقدر يكفيني نعيش الصالير في المغرب، حيت كيف ما كتشوف بحكم أن طنجة ما تكفكش فيها واخا جوج د المنايل. بطبيعة الحال يعني المعيشة غلات، المصروف غلا،
تقري ولادك في بريفي تعيش انت تصوفي راسك مزيانه والسالير ديالنا حنايا السميك اللي عندنا راه ما كافيش الدرويش كامل ماشي غير انا اي واحد هنايا تقص في الرياض تسقسيه راه ما غاديش يقول لك بان راه السالير ديالو 3000 ولا 4000 درهم حنا مجرد يعني 3000 ولا 4000 درهم حاليا كنحاربوا بها البطاله ولا كنحاربوا الفقر اما اي واحد يستحق اكثر من 15000 درهم انا عطيتك ماكسيمو خصو على الاقل 15000 درهم باش يعيش مزيان حتى هو يقوس ايفيلمو حتى هو يحكم يحلم بالويكاند حتى هو يعني عايش يقري ولادو في بريفي يعيش واحد الحياه اللي ماشي توب ولكن متوسط اما 3000 ولا 4000 درهم فراه اي واحد مضرور هنايا غير كندرقوا الشمس بالغربه له السلام اخي ايوب 15000 درهم قسمه اللي شني تقدر تعمل بها 15000 درهم على الاقل انا بالنسبه لي كمقاول على 15000 درهم يلا عاد تجيني هي ديك الله نكفي الخرص اول حاجه خصك تعاون الوالدين ديالك ضربوا عليك تماره وكبروك ضروري خصك تعاونهم ثاني حاجه خصك تصوفي راسك انت يعني حنا بحكم الشباب تصوفي راسك انت لا شاب اما الا فكرتي تتزوج ف 15000 درهم اللي عاد تجيك هي مع المراه مع الا عملتي الدراري الا كانت السكنه شويه اما الا كنتي كاري عاد شي بحال هذاك اللي عنده السكنه ديالو عايش ب 3000 درهم يعني انا بالنسبه لي 15000 درهم حاليا بحكم 2021 فحال 3000 درهم ديال 95 تقدر بحال نقولوا تقدر تكون يعني واحد 300000 مع المثال 300000 باش تقدر الصاير ديالك باش تمشي بين يعني سبركران الصاير ديالك الماكله يعني الحاجه تقدر تكون يعني شي حاجه اللي كتهديك بها كتستاذ بها نتينا وما كتكفي فهمتيني ايوا يعني 3000 درهم يعني واش تكفاك يعني واش تينا عزري او خصك تكون مجوج 3000 درهم تقدر تكون مجوج تقدر تكون عزري بالنسبه للمعيشه ديالك نتينا شوف نتينا شني كتخرج شني كتدخل فهمتي واش كتصرف بزاف يعني مع المثال واش كتصرف على شي حاجه قليله ولا مثال اش كل انسان كاين انسان واخا تعطي 3000 درهم ولا كذا ما عاد تقنعوشي علاش يقدر يكون مسكين مبلي ولا عنده جوج عواول ولا عنده ثلاثه هو مبلي يعني بشي حاجه ولا كذا ما غاتكفاش مع المثال المثال حتى 3000 درهم دابا يلاه عاد تكون الشهر يلاه عاد تجوز له بقال ويعني مثال صرب بقال يعني الكرا اذا كان كاري ولا وزيد معها الماء والضو مع المزال هذيك 3000 درهم 3000 درهم عاد تمشي له اي بين الكرا والدار يعني ما ولا ولا نجيو دابا حنا نعملوا مع المزال انا دابا مع المزال انا ما غادي ما والو ياك عندي خصني 30 درهم في النهار ولا بد واحد 30 درهم هذه خصوصا ولا بد ديك 30 درهم ياك وغنضربوا ديك 30 درهم شحال كتجي في الشهر كتجي 90000 فرنك في الشهر دابا هذه ديالي والميزان نسبة يعني نقولوا إلا كانوا عندك الأولاد ولا كذا ميزان شحال كخصهم ديك الأولاد الموضة شحال عجبك يعني ميزان الموضة عجبك ميزان الموضة غنقولوا شحال عجبك غنقولوا حنايا غير 30000 ولا ها هو 30000 زيد على 90000 هي 120000 مع الميزان وتفهمنا الكري إلا كنتي كاري واحد 120000 ولا 100 هذيك حنا وصلنا لديك 300000 واش فهمتيني حنا بالنسبه لنا 300000 خص يكون واحد الانسان كيشبر واحد 300000 كيقضي بها ويكون خصو كيديباني في مونطا اخر يعني 3000 درهم بوحديته ما غتكفاش يعني خصو 3000 درهم ويكون كيبوش كرشي بلاصه ويكون 3000 درهم بحال اللي قلنا لك ما غتكفاش مسكين علاش بالنسبه لي هو ما غتكفاش انا قلت لك اذا كانوا عنده الوليدات عي جوج او ثلاثه راه غير ديك الوليدات كيخصهم 3000 درهم في الشهر غير ديك الوليدات على 70 يوم الصيار 70 يوم مدرسه خصو الكتوبه خصو هما غير الدراري بالنار كخصهم خصك تعطيهم 21 درهم بالنار فهمتيني هذا خصو 20 درهم هذا خصو 10 درهم هذا خصو 5 درهم واش فهمتيني كتجيب على واحد يعني مع المثال كيستقلك كون دابا اخو مزوج عنده الاول كيستقلك كل واحد خصني التليفون هو التليفون والعيد المدرسه والعواشر واش فهمتيني والعواشر وهادي 30 3000 درهم اللي كتقول تينا لا ما كافياش بالنسبه للانسان اللي اللي تقدر مثلا الصالير اللي يقدر يكفك من غير 3000 درهم شحال مثلا الا كنت مزوج وكاري مثلا شحال تقدر الصالير تقدر من غير 3000 درهم بعد الاخر خصو واحد 5000 درهم واحد 5000 درهم 5000 درهم امسي 5000 ولا 400 امسي ولا لا تعيش تعيش يعني في المستوى غتعيش مزيان وسبحان الله العظيم داك الشيء امسي داك الشيء بالقناعه وكاين بنادم كيشبر يعني مع المثال 120000 100 هذيك في الشهر كتقدو ولكن كاين بنادم راه حسن العام ما كيستطعش هذه وحتى هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم كان معكم ايوب جباري نتلاقاو في فيديو جديد وحلقه جديده السلام عليكم.